نقطة مهمة ويتغافل أو يغفل الأفراد الذين يدعون إلى الوحدة العقائدية والفقهية والفكرية عن هذه النقطة. إحنا أمرنا دائر بين شيئين، إما أن ندين أفراداً أو ندين ديناً. إحنا مضطرين إلى أحد الأمرين. هذه نماذج تاريخية ثابتة ما يمكن تغطيتها. من العوامل المهمة التي تحول دون إسلام كثير من الغربيين هذه النماذج التاريخية. الآن أكو واحد عاقل يفكر في أن يخضع لحكم البعثيين مع هذا النموذج الذي قدموه؟ يقول رجل في كتابه: قلت لامرأة متبرجة: أنت أسوأ دعاية لأفكارك. في تفصيل: أحيانا واحد يكون أسوأ دعاية لأفكار، الدعاية المضادة. هؤلاء الأفراد يشكلون دعاية مضادة. إذا الدين هو هذا الدين الذي يفرز أمثال الحجاج وأمثال الرشيد وأمثال الحكام العثمانيين، هذا الدين مو قابل للقبول. إحنا أمرنا دائر بين شيئين، إما أن ندين هؤلاء الأفراد، نقول هؤلاء الأفراد لا يمثلون الدين، نعلن تبرينا منهم، تبرينا منهم، وإما أن ندين ديننا، نقول نعم، نسكت عن هؤلاء، هؤلاء حكام كانوا مقبولين. هذا معناته إدانة لذات الدين. أيهما أولى؟ أن ندين ديناً أو ندين أفرادا؟ نقول هؤلاء يمثلون شذوذا عن هذا الخط، هذا أولى. فإذا إحنا إذا نفكر في القضية، في قضية التبري من الناحية العقلية، التبري من هذه النماذج ضرورة عقلية. التبري من نموذج طالبان في أفغان هذا مو ضرورة. إذا حقيقة طالبان تمثل الدين، أكو واحد عاقل يفكر في الرضوخ لهذا الدين؟ يجب أن نتبرأ منه، يجب أن ندينهم. هؤلاء مو مهمين، لأن هؤلاء جلسوا على سفر من تقدمهم، أولئك هم الذين بدأوا، أولئك هم الذين أسسوا أساس الظلم والجور، أولئك أولى بالإدانة.